السيد الوزير الأول المحترم، السيدة والسادة الوزراء الكرام، السيد والي ولاية ورقلة الفاضل، السيد المدير العام لسورة راك، المنتخبون المحليين، ممثلين مختلف أسلاك الأمنية، السادة أعيان المنطقة، السلام عليكم. إخواني وزملائي العمال والنقابيين، في مختلف مواقع العمل والصمود دفاعاً عن الجزائر الجديدة أولاً وعن استمرار المؤسسات وحمايتها ثانياً وعن مناصب الشغل وخبز الجزائريين العاملين مهما كانت انتماءاتهم السياسية والنقابية، فكلنا معتصمون بحبل الجزائر إلى الأبد. أحييكم بحب الجزائر، الله يحفظكم ويحفظ بلادنا. إن احتفالنا اليوم بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ذلكم التأميم الذي كان استكمالا لاستقلالنا واسترجاعا مبسطا لسيادتنا على ثروات الشعب وخيرات الأمة والتي التهمتها عصابات الأمس الاستعمارية وحاولت عصابات اليوم الاستيلاء عليها ونهب أموال وخيرات الجزائريين ظلماً وعدواناً وفساداً. إن احتفالنا اليوم بقرار تأميم الخالد وعيد ميلاد اتحادنا الذي هو ملزم بالتغيير لمواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها الجزائر في مختلف المجالات والقطاعات منذ انطلاق الحراك الشعبي المبارك وانتخابات 12 ديسمبر 2019 التي أسفرت عن برنامج التحول لبناء الجزائر الجديدة، جزائر متحررة من القيود والفساد والرداءة والنهب المنظم والبيروقراطية. الاتحاد العام للعمال الجزائريين سيدعم هذا التحول وهذا التجدد الوطني، وهو مسعانا منذ 21 جوان الماضي مؤتمر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مؤتمر التجدد. إن احتفالنا اليوم بين أهلنا في جنوبنا الكبير بذكرى تأميم المحروقات، ذلكم القرار الوطني الشجاع هو في عمقه وأبعاده تخليد لوطنية الرجال الذي عاهدوا الله وصدقوا وأوفوا بالعهد، عهد الشهداء الذين افتكوا خبز وخيرات الجزائريين من قوى النهب والشر، أعني تأميم المحروقات. هذا التخليد يعود اليوم من بوابة أخرى يقودها وطنيون مخلصون في مواقع ودرجات مختلفة من المسؤولية، وحراك مبارك تغذيه إرادة شباب يلبس الجزائر قناعة وحبا ووفاء. إن هذه اللحمة المترابطة بين الشعب وجيشه ومؤسساته بشعار خاوة خاوة هي التي حررت الجزائر من عصابات اليوم التي استولت على قوت الشعب وخياراته وهجرت أبنائه غرقا وحرقة وتشردا وإقصاء وعدوانا، وكادت تنزع الوطنية من قلوب المظلومين والمستضعفين لولا رب رحيم بالجزائر وشعب جزائري نجانا من كيدهم وجرائمهم ومن مجازرهم الاقتصادية. زملائي وإخواني العمال والنقابيين، أريدكم أن تحيوا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز تبون، عبد المجيد تبون، تقديراً لتدخله الوطني والسيادي في الوقت المناسب للحيلولة دون
طرد 900 عائلة ولا أقول 900 عامل من شركة أريدو التي تتغدى بأموال جزائريين. نحييك أيها الرئيس على شجاعتك وعلى صواب قرارك ووطنيتك التي أعادت لنا الإحساس بالنيف الجزائري الذي دسته قوى غير دستورية وكادت تنسف بأركان الدولة الوطنية ومقوماتها، بل وتعصف بهذه الدولة الوطنية. إن الاتحاد العام للعمال الجزائريين سليل الشهداء والمجاهدين والمناضلين والوطنيين الواقفين للدفاع عن الجزائر في كل الأوقات والظروف، سيكون على الدوام مجنداً للدفاع عن الوطن وعن مؤسسات الجمهورية وعن العمال وعن كل القرارات التي تخدم البلاد وتحمي المؤسسات، خبزة العمال وتحسين ظروف المهنية والاجتماعية. سنكون مجندين بل وفي مقدمة الصفوف لإخراج البلاد من أزمتها بفعل تراكمات الفساد المنظم والنهب الواسع الذي بلغت أرقامه وما بالغه مستويات صادمة. وضع يتطلب جهد الجميع وتجند الجميع. لقد وجدنا في برنامج الحكومة، حكومة السيد عبد العزيز جراد المصادق عليها مؤخرا في البرلمان وفي أجزاء وتفاصيل منه، تلبية للبعض من مطالبنا، مطالب العمال. لقد كانت تعليمات رئيس الجمهورية لحماية الإنتاج وتكفل بمناطق الضل لرفع الغبن عن المحتاجين والزوالية وذوي الدخل الضعيف، والتزام بفتح الحوار دون إقصاء مع كل الشركاء الاجتماعيين ومع كل الفاعلين، سواء كانوا نقابيين، سياسيين، اقتصاديين أو غيرهم في مختلف القطاعات. هذا يعطينا طمأنينة ويفتح لنا آفاق أوسع لتحقيق شراكة أوسع بين الجزائريين تكون دعامة قوية ورئيسية لبناء الجزائر الجديدة.